بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. للصيام قدسيته وإشعاعاته التي تنبض على القلب فرحة، وعلى البدن إيمانا، وعلى البدن إيمانا وبركات ونفحات طيبات يعيشها المسلم في ظلال هذه الأجواء الإيمانية من هذا الشهر الكريم وهذا الشهر الفضيل. إخوة الإيمان والإسلام، هيا معا إلى مفتتح هذه الليلة مع القرآن الكريم في شهر القرآن. هيا معا مع هذه التلاوة المباركة مع القارئ الشيخ عبد الرحمن فرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا
لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. لا شك أننا في هذا الشهر الكريم وهو شهر القرآن وشهر الدعاء وهو أيضا فرصة عظيمة لمحاسن الأخلاق وليس في فضائل أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الكثير من الصفحات التي تدون لتصف لنا أخلاق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، فكان خلقه القرآن وضمن هذه الصفحات صفحة تتحدث عن التواضع الذي تحل به رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. هيا معا مع هذه الصفة العظيمة مع الشيخ حسن عبد الكريم عصران وصفة التواضع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن والاه وبعد. أيها المشاهدون الكرام، حثنا الشرع الحنيف على التخلق بالأخلاق الحسنة والقيم الفاضلة، ومن هذه الأخلاق الحسنة خلق التواضع الذي يدعو الإنسان إلى ترك المباهاة والمفاخرة بالجاه والمال والتحرز من الكبر. هذا الخلق الذي وصف الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين في كتابه العزيز، وقدم محبته لهم على محبتهم له سبحانه وتعالى، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. خلق التواضع أيها الأحباب من الأخلاق التي يتحلى بها عباد الرحمن، فقد وصف الله سبحانه وتعالى عباد الرحمن بهذا الخلق في كتابه العزيز بأنهم من المتواضعين، حيث قال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. قال أحد العلماء في تفسيره لقول الله تعالى: الذين يمشون على الأرض هونا، أي بسكينة ووقار من غير تجبر ولا استكبار. لقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيد المتواضعين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولما لا، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. لقد كان هذا الخلق العظيم من وصايا سيدنا لقمان لابنه وهو يعظه، فقد قال الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. وقال سبحانه وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لقد تمثل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا الخلق العظيم، فكان قدوة وأسوة للمؤمنين من بعده في التحلي والتخلق بهذا الخلق. هذا الخلق من أخلاقه مع أهله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فظهر هذا الخلق مع أهله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقد سئلت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بيته، فقالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل كان من تواضعه أنه كان في خدمة أهله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لقد ظهر تواضعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع الناس، فقد شارك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في الأعمال. وخير دليل وشاهد على هذا موقفه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم الخندق، حيث كان يحمل التراب مع أصحابه دون أن يميز نفسه عليهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل كان من تواضعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه يسأل عن أصحابه ويتفقدهم. فقد كانت امرأة سوداء تقوم المسجد، أي كانت تقوم بشؤون المسجد من نظافة وغير ذلك، فافتقدها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال الصحابة يا رسول الله إنها توفيت، لقد ماتت هذه المرأة بليل فصلينا عليها. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هلا آذنتموني؟ لما لم تخبروني حتى أصلي عليها؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها، فذهب وصلى عليها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن التواضع خلق عظيم من أخلاق الإسلام، وعلينا أن نتحلى ونتخلق بهذا الخلق اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. لكن ليحذر الإنسان منا من الإفراط في التواضع، حيث قال العلماء أن الإفراط في التواضع يورث الذلة، فيجب على الإنسان أن يتحلى بالثقة واحترام الذات، فإن هذا يكسبه ثقة عند الآخرين. اللهم يا ربنا اجعلنا من عبادك المتواضعين، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. ومن دوحة التلاوة ودوحة القرآن الكريم إلى هذه الأدعية والابتهالات الدينية مع المبتهل الشيخ شريف خليف. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عفوك ورضاك يا رب قصدت باب الرجاء قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. قصدت باب الرجاء قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي
أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد. وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فلا تردنها يا رب خائبة. فبحر جودك يروي كل من يرد. سيدنا النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه.